ما هو الزئبق؟ عرف الزئبق عند الصينيين والهندوس القدماء حيث عثر عليه في مقابر مصرية يصل عمرها إلى 3500 سنة، علما أن الزئبق لا يتواجد حرا في الطبيعة وإنما يتواجد على شكل مركب كبريتيد الزئبق HGS. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا وإيطاليا تنتجان حوالي نصف إمدادات العالم منه. أولا الخواص الكيميائية. الرمز الكيميائي HG، العدد الذري 80، الكتلة الذرية 251 ويرمز لها 201. المجموعة هي من المعادن الانتقالية. طاقة التأين 10.4 إلكترون فولت. أرقام التأكسد +1 + 2. الخواص الفيزيائية. الحالة الفيزيائية سائلة، درجة الغليان 365.6 درجة مئوية، درجة التجمد ناقصة 39 درجة، الكثافة 14 غرام في السنتيمتر المكعب. استخدامات الزئبق. يتم استخدام الزئبق في موازين الحرارة والبارومترات وغيرها من الأدوات العلمية، إنتاج مفاتيح التبديل الصامتة كونه موصلا للكهرباء، مصابيح الشوارع ومصابيح الفلورسينت وعلامات الدعاية، استخراج الذهب وخاماته، تصنيع حشوات الأسنان، إنتاج البطاريات الجافة حيث يقوم بإطالة عمرها. استخدم سابقا في إنتاج هيدروكسيد الصوديوم والكلور عن طريق التحليل الكهربائي. ما هي أشهر مركبات الزئبق؟ يتحد الزئبق يتحد مع العديد من العناصر مكونا عددا مركبا، ومن أشهرها كلوريد الزئبق وهو ملح سام جدا. كلوريد الزئبق الثنائي وهو مطهر يستخدم في القضاء على البكتيريا. كبريت الزئبق الأحادي يستخدم كبريتيد الزئبق لجعل الأسباغ حمراء اللون. وهناك أكسيد الزئبق HGO لصنع بطاريات الزئبق. الزئبق والتلوث. يتعرض كل من الهواء والماء والأرض للتلوث بسبب الزئبق، وتتمثل مصادره من المنتجات المحتوية على الزئبق، علما أن المصدر الأكبر له هو الانبعاثات الصادرة عن محطات توليد الطاقة المعتمدة على طريق الفحم عن طريق حرق الفحم، حيث يشكل هذا التلوث خطرا على البيئة ويسبب آثار صحية خطيرة وبخاصة للأطفال والحوامل حتى لو كانت بنسب منخفضة. وتقدر وكالة حماية البيئة أن أكثر من 300,000 طفل حديثي الولادة من كل عام هم عرضة لخطر زيادة صعوبات التعلم بسبب التعرض لمثيل الزئبق.